ما رح ارتاح لحتى اشوفك طالعة من هالبيت، واتأكد انك ما رح ترجعي له مرة تانية. لكان شو عم تعملي؟ ايه في عنا، بتلاقيهن عندك بالدرج. أنجيلي، كأنه اليوم عقلك مانو معك أبداً. شو عم تعملي؟ لا ولا شي، أنا كنت عم أقرأ معلومات عن شوية أدوية يلي كانوا مكتوبين بفاتورة باسكار، بجوز هنن يوصلونا لشي دليل. شو عم تعمل آدي؟ ما في داعي لهالشي هاد، بديشة رح تترك البيت وتروح، وهذا كان قرارها. عادي، أنا بعرف إنها رح تروح، بس إمتى رايحة قلي؟ رايحة بعد شوي، وأخيراً رح نرتاح، ويلي اسمها بديشة رح تطلع من حياتنا. هلأ فينا نرجع نعيش مثل أي عيلة طبيعية. في شغلة حابة أقلك ياها قبل ما أروح، وأنا في شي بدي أعطيك إياه. تفضلي، هي حصتك، هذا حقك، وهي وراق ملكية بيت بإندور. سيد هارت، دير بالك على البيت بس لبين ما أرجع، ودير بالك على ستك. ماشي ماما. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.